طلبي التانية ثانوي ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة عندنا الهوم وورك بتاع اور فيجن يونت 5 ويونت 6. تعال نشوف الاسئلة بتاعته كده ونحلها مع بعضينا ونستفيد على قد ما نقدر. طيب اول حاجة كده الفوكاب بتاع يونت 5 انا مأزرقيك. You can not a copy of some programs from. في from يا جماعة. قلنا هنختار downloaded عشان from. لما بنزل حاجة من انترنت داونلود فروم، لكن ابلود بيجي بعديها تو او انتو، لان داونلود دي انا باخد حاجة من جهازي برفعها الى الانترنت تو او انتو، فانا لقيت فروم فاخترت داونلود. اللي بعديها my parents always advise me، دايما بينصحوني to buy food، ان انا اشتري طعام من محل موثوق فيه. موثوق فيه، فانا اختار سي ريلايبل موثوق فيه، والفعل بتاعها اسمه ريلاي لان ريلايبل موثوق فيه او يعتمد عليه، فهي جايه من الفعل ريلاي يعتمد على، ريلاي اون بتساوي حاجه اسمها ديبند، ديبند اون يعتمد على. جميل. رقم 3 the company had to hire. hire معناها يشغل يأجر، بس هنا يشغل an expert خبير at computer، تنفع لغايه دلوقتي هاردوير وتنفع سوفت وير. لازم اكمل. قلنا سوفت وير البرامج، لكن هاردوير قطع الغيار بتاعت الكمبيوتر. انا عندي كارت الشاشه اتحرق، فمجرد بشيل قطعه واحط قطعه هاردوير، لكن سوفت وير بيتعامل مع البرامج. طيب to protect عشان يحمي its system، هي دي اللي عرفتني. From hacking من الاختراق، ان حد يخترقني يخترق جهازي، يبقى انا اختار هنا سوفت وير لاني بتعامل مع البرامج. The main note of the play، play هنا معناها مسرحية، فانا عايز اقول الشخصية الرئيسية او الاساسية في المسرحية. character، character يعني شخصية. اللي بعد كده the young woman، الشابة دي wasn't accepted، لم يتم قبولها for the job للوظيفة for lack، لك دي مهمة قوي، نقص، بسبب نقص الخبرة experience خبرة. لكن experiment معناها تجربة، تجربة بس في معمل، تجربة في معمل، على عكس experience معناها خبرة في العمل ومعناها تجربة بس في حياتك، تجربة في الحياة. جميل. تعال نشوف كده بقى رقم 6 خير، يلا بينا. سوفت وير ابديتس، تحديثات بتاعه السوفت وير يمكن ان نقط فروم، برضو فروم تاني يا جماعه، يبقى نختار تاني مره نختار داونلودد. يمكن ان تحمل من هذا الموقع. 7 سولوشن يعني حل، وبتاخد بروبوزيشن 2، عاوز اقول الحل الفعال. فعال يبقى نختار effective، قلت لك اولها ايه، effective يعني فعال او مؤثر effective. رقم 8 mother advised me، ماما نصحتني to not a doctor. not a doctor استشير دكتور، استشير اسمها consult، consult يعني يستشير. 9 users المستخدمين have to pay، خلاص شكرا، pay يعني يدفع فلوس، انا بدفع فلوس لما اعمل الحاجه ابجريد، ابجريد الابلكيشن بينزل فري مجانا، لكن انا هنقله بقى لحاجه اعلى بريميوم او بلاتينيوم او بروفيشنال او برو، يبقى انا لازم ادفع فلوس ابجريد. رقم 10 الصفه امبيجوس، غامض، غامض عكسها في العربي واضح، هو عاوز عكسها opposite، يبقى اختار obvious، obvious واضح، بتساوي كلمة اسمها clear، لكن دي غامض بتساوي كلمة اسمها fake، fake يعني غامض. جميل. fake. طيب رقم 11 we must watch for، معنى نراقب، احنا لازم نراقب اولادنا. هو نقط اونلاين، جو اونلاين يا جماعه، يدخل على الانترنت
اسمها جو اونلاين ريسيرش. لو حد فاكر دايما بيجي مع دو، دو ريسيرش، هنا عملها باسيف. الريسيرش البحث العلمي يجب ان ينفذ، يبقى دان. تصيف التالت بتاع دو. 13 as a young actor، كممثل شاب you have to be careful. نقط حرف الجر بتاع careful، careful about، حريص بشأن الأدوار اللي انت هتقبلها. You should visit few websites، انت لازم تزور مواقع قليلة عشان تكتشف. find، حرف الجر find about. وعندنا حاجة اسمها find، اسمع دي بقى، find out about، اتنين على بعض كده، find out او find out about، لازم مع بعضهم. فانا ما عنديش الا find out. جميل. 15 do you know how I can not this app to premium، عايز اطلعه لبريميوم، من free لبريميوم، يبقى هدفع فلوس، يبقى upgrade، اي فلوس upgrade على طول. I trust this website، انا بثق في الموقع ده لانه بيوفر لي، بيزودني بيه يبقى نقط information on programming، معلومات up to date، معلوماتي دايما حديثة محدثة up to date. كتنفع ديت لو reliable موثوق فيها، ينفع اقول معلومات موثوق فيها reliable بس مش موجودة، وينفع اقول معلومات حديثة up to date. 17 don't share، لا تشارك your personal data، معلوماتك الخاصة، بياناتك الخاصة on your profile، أنا بحط بياناتي في البروفايل بتاعي. 18 everything we do، كل حاجة احنا بنعملها ليها مزايا بروس ولا عيوب، عيوب اسمها cons. كتنفع بقى كلمة disadvantages، disadvantages يعني عيوب بس هي مش موجودة، وكتنفع الكلمة دي بس نحط قبلها دي demerits، demerits برضو معناه عيوب. احنا عندنا ثلاث كلام عيوب، ثلاث كلمات disadvantages، demerits او cons، عكسها بقى pros او advantages او merits. جميل. 19 scientists are still، العلماء لسه بيبحثوا عن vaccine، مصل. انا اختار هنا كلمة researching، بيعملوا ابحاث لاكتشاف مصل جديد. جميل. رقم 20 criticism، النقد يا جماعة، النقد ده ليه تأثير سلبي على الناس الحساسة، الناس اللي بتحس، مش انت خالص يعني، تأثير في اون يا جماعة، اختار effect بالاي معناه تأثير، بتساوي impact يعني تأثير، بتساوي influence يعني تأثير، ولو جم بمعنى تأثير يا جماعة يجي بعدهم on تأثير على، وoff لو تأثير الكذا. رقم 21 I have no time، أنا ما عنديش وقت to download، إني أنزل this not right now، التحديثات، أنزل تحديثات دلوقتي، updates لازم الاس، تحديث لا، تحديثات، عشان زيز ديت بيجي وراها جمع، لو قال لك زيس زيس كنت اخترت ابديت، جامده الجمله دي، جامده. هنا في زيس فلازم وراها جمع، ابديتس تحديثات. رقم 22 يو كان نوت اون تايم، في اون اون هيم سوري، انت ممكن تعتمد عليه، تعتمد عليه، يبقى اختار ريلاي، قلت لك بتساوي ديبند، ديبند اون، rely on، depend on، بتساوي حاجة اسمها count on، ثلاثة يعتمد على. طبعا هنا يا جماعة في كان، فكان لازم يجي بعديها verb، verb في المصدر، فعل، rely هو الفعل. طيب رقم 23 being، verb to be يا جماعة، معروف ان verb to be لازم يجي وراه صفة، انك تكون reliable يعتمد عليك. He is sometimes asked to run the office. Run هنا مش معناه يجري، معناه يدير، ده معناه انك ممكن تدير المكتب. When I am away، لما اكون برا، انا بعتمد عليك، انت شخص يعتمد عليك. جميل. رقم 24
I have about 1000. أنا عندي 1000 متابع، شخص متابع معجب ليا، followers يعني متابعين. رقم 25 1000 people نقط my account on Twitter. 1000 واحد بيتابعوا الاكونت بتاعي. انا عاوز الفيرب بقى، دي معناها المتابعين، الاشخاص المتابعين، لكن فولو معناه يتابع. جميل. 26 I need to not a doctor. انا عايز استشير دكتور، استشير consult. رقم 27 I took a good photo of the Sphinx. انا خدت صورة حلوة قوي لابو الهول. And I am not it. انتو هي يا جماعة انتو هي. يبقى هنا بقى لازم نختار upload. قلتلك download from. لكن upload يجي مع to او انتو. هنا في انتو. يبقى لازم اختار upload. 28 احمد دي فرصة فاطمة. احمد يا جماعة طلق فاطمة زغراته يا جماعة. هي نقط all her photos. ازالة كل صور عشان ينساها خالص ويستريح من شكلها. طبعا هنا تبقى توك داون. قلنا تيك داون يعني يزيل، بتساوي كلمة اسمها ريموف يعني يزيل. 29 ميك شور تأكد ذات يور سايت ان الموقع بتاعك از نوت تو ذا ليتست فيرجن. طبعا كده اهوت انا عايز اختار ابديتد، تأكد انه محدث حصل له تحديثات updated. رقم 30 road safety امان الطرق should be taught لازم يتم تعليمه للشباب to not road accident عشان نتجنب حوادث الطريق. avoid معناه يتجنب. avoid يجي بعدها ing او يجي بعدها اسم، هنا جي وراء الاسم حوادث الطرق. رقم 31 doctors recommends this drug بيوصي بهذا الدواء او العقار لانه بيعمل بفاعلية، بيعمل بفاعلية effectively. effective يعني فعال. اي حاجة حط لها الواي يبقى حط كلمة بيه بالعربي effective فعال. effectively بفاعلية. تعال نشوف 32. في رقم 32 بيقول لي بقى due to lack تاني مرة الجنة بسبب النقص of not most of the applicant معظم المتقدمين للعمل. اي حد متقدم لوظيفة بيسموه applicant weren't accepted طبعا بسبب نقص الخبرة experience. تاني مرة الجنة one of the not of living in the countryside الريف احدى مزايا ولا عيوب الريف is the fresh air الهواء النقي. طبعا دي مزايا. ايه بقى معنى كلمة مزايا؟ مزايا اسمها بروس صح او advantages. اي مزايا تنفع بروس بس مش موجودة، تنفع دي merits انا اسف تنفع merits بس مش موجودة، دول معنهم مزايا. رقم 34 the question السؤال is too difficult for the students صعب جدا على الطلبة to answer ان يجاوبوه. In just two minutes في خلال دقيقتين. He needs هو محتاج وقت اضافي extra. بتساوي بقى كلمة اسمها additional مش addition يحول additional. بص بتساوي كلمة ناخدها بعدين في الجرامر خدناها further يا جماعة. فاذر باليو كده معناه ابعد ومعناه اضافي، كتنفع اكسترا وتنفع اديشنال وتنفع فاذر بس باليو. 35 اونر يا عم از ا براتش كلمه اونر ديت هي الاستيجاء الصحيح لكلمه اونر دي كده امريكان بيشيل يو البراتش بيحط اليو. عاوز اقول بقى الهجاء الاستيجاء سبيلنج بالاي مش بالاي احول دي معناها يسكب شيء spell بالاي. 36 my teacher always corrects دايما المدرس بتاعي بيصلح لي او بيصحح لي the نقط we make اللي احنا بنعملها make mistake على طول يا عم يرتكب خطأ. 37
How do these insects الحشرات دي ازاي بتتكيف او بتكيف نفسها مع A2A بتلاش adapt يا جماعة يتكيف مع لكن adopt دي معناه يتبنى طفل لكن انا عايز بقى يتكيف مع البيئة environment 38 not footballers can earn huge sum of money فلوس كتيرة طبعا اللعيبة المحترفين professional عكسها amateur هاوي المحترف يا الصح لان المحترف يحصل على مال الهاوي لا يحصل على مال ده بيلعب من اجل المتعة فقط amateur رقم 39 an electrician is coming tomorrow واحد كده كهربائي جاي بكرة to know the new washing machine عشان يركب الغسالة طيب يركب جهاز اسمه انستول معنى يركب جهاز او يثبت برنامج فاكرين على الموبايل على الكمبيوتر فانا اخترت انستول 40 my friend's hobby wait صاحبي is not rare stamps الطوابع النادرة طوابع نادرة بيجمعها يعني يبقى اختار collect 41 he said that he hadn't understood هو قال ان ما فهمش the knot of the film ما فهمش ايه مورال جامدة مغزى الفيلم ما فهمش هدف الفيلم الدرس الاخلاقي من الفيلم مورال حلو قوي اللي بعدها the company's name اسم الشركة مطبوع على اعلى الجواب مطبوع print يعني يطبع حاجة publish يعني ينشر كتاب او قصة spread ينشر بس الاخبار انتشرت الاشاعات انتشرت الامراض انتشرت spread 43 most websites معظم المواقع بتستعمل cookies قلت عليها مهمة قوي المعلومات الصغيرة اللي بتمكنها انها تبين اعلاناتها انت بتكتب على search اي حاجة دي interests دي اهتماماتك دي cookies الذكاء الصناعي بياخدها عنده وبيعرف اهتماماتك not advertising are those advertisement هي الاعلانات which appear to people اللي بتوظهر للناس out of their interest من اهتماماتهم وانشطتهم على الانترنت طبعا كده بقى يا عم banners banner advertising الاعلانات ما ليش حاجة بقى انها موجهة هو بيتكلمنا على الاعلانات بس البانرز طيب رقم 45 the researchers الباحثين not information about the Chinese community عن المجتمع الصيني في امريكا جمعوا المعلومات يبقى collected يجمع قلت collect يجمع ومعنى يحضر انسان من مكان the father collected his son from school احضر ابنه من مدرسة collect برضو 46 the actor was wearing الممثل دوت لابس مستاتش يعني شارب شنب مزيف رقم 47 my young brother can play video games ممكن يلعب video games and talk on the phone at the same time تعبير على بعضه at the same time في نفس الوقت بيلعب وبيتكلم في التليفون تعبير مهم قوي 48 nowadays every woman او young man sorry every young man كل شاب woman او سيدة not access تعبير مهم قوي have access يا جماعة والله عظيم موجودة في الملزمة have access to information have access to the internet يمكن الوصول الى الانترنت يمكنه الوصول للانترنت online not adverts الاعلانات not are fruitful مثمرة بس the cost بتكلف فلوس sponsored ممولة فلوس 50 when you google لما بتبحث عن جوجل
بتكتب على جوجل any information اي معلومات you get a نقط you get a lot of search بتحصل على نقط search طبعا ما بحصل على نتائج صح ولا results results يعني نتائج بكتب الحاجة بيجي لي نتائج كتيرة جدا انا بختار منها حاجة طيب تعال بقى نبص على الجرامر يا مسهل جرامر ده سهل بس عاوز مننا تركيز شوية طبعا هنا لو خدت بالك في تول انفينيتيف لما اجي اترجم you not to check the car engine انت كان من المخطط او من المخطط اللي انت تفحص المحرك ده هنا طبعا لازم اختار ارمنت يا جماعة ارمنت meaning دي معناها معنى مش هتنفع صح ولا لا لما يبقى في تول مصدر تول مصدر انا هنا اهوت لازم اختار ارمنت انت من المخطط لازم اترجم انك تفحص هذا المحرك اللي بعديها الجملة فيها سيم قلنا سيم يا جماعة لو عاوز تجيب بعديه فيرب لازم تول انفينيتيف يبقى اختار تو بي اختار تو بي اللي بعديها اي جملة فيها فيرب تو بي يا جماعة مثبت او منفي بختار كلمة من اتنين لا اما منت لا اما سبوزد لا اما منت بالتي لا اما سبوزد فانا اختار سبوزد ذات وزن ده مش من مفترض ما كانش من مفترض انه يحدث رقم اربعة انا مش قاصد اللي انا سعالك يقصد ينوي مين قلت لك لو جت بمعنى يقصد او ينوي غصب عنك بعديها تقول انفينيتيف انا ما كنتش قاصد انا ما كنتش قاصد ازعلك وطبعا معروف ان دي انت لازم بعديها الفيرب في المصدر واحد يقول طب ما انا ينفع اقول له اسف انا ما كنتش عايز كانت تنفع لو وونت صح يا مصر خمسة الجملة فيها سبوزد قلت لك اول ما تلاقي سبوزد او منت لازم قبلها فيرب تو بي ام او از او ار او وز او وير طب مصر انا عندي اتنين عندي ووز ار عندي اي ووز بس الجمله هنا اخرها كويستشن مارك لازم اعمل سؤال اعمل مقص فاحنا عندنا ما بنعمل سؤال لازم اجيب الفعل المساعد قبل الفاعل ووز اي جامده اللي بعديها وات داز ذس وورد ايه اللي بتعنيه هذه الكلمه كلمه ديليجيوس ماذا تعني تعني اسمها مين does it mean لكن لو حط is كنت بقول the meaning سبعة I haven't seen it myself انا ما شفتهاش بنفسي كان من المفترض ان يكون فيلم كويس انا لم ارى هذا الفيلم بنفسي بس من المفترض انه فيلم حلو تلك اول ما تلاقي supposed وقبلها verb to be لازم بعدها تقول infinitive يبقى اختار to be لازم تقول مصدر supposed ومنت بعدها تقول مصدر طيب تعال نشوف رقم 8 يا عم في رقم 8 استاذ بيقول ايه you aren't في verb to be يا جماعة يبقى لازم اختار لاما منت بالتي لاما supposed you aren't supposed انت ما كانش مفترض انك تمشي على هذه النجيلة لا ينبغي صح ولا لا رقم 9 خير نو اي didnt نو اد فيري بليزد جاب صفه حاجه اللي بيجي بعديها صفه هي كلمه سي صح ولا يا جماعه نو ما كانش باين عليها قلت لك سي ما كانش باين عليها فيري بليز انها مسروره وين اي ميت هير لما انا قابلتها didnt seem مش باين عليها لان جه بعديها الصفه على طول قلنا سين بيجي بعدها الصفه او تول مصدر لكن مين ما يجيش وراها صفه صح ولا لا 10 سين اللي بيجي بعديها لو جبت فعل يبقى لازم تول مصدر تو بي هنا بقى فيها فيرب تو بي يا جماعه يبقى لازم اختار لا اما سبوزد دي سبوزد بي دي لا اما منت انا ما عنديش الا منت دي تنفع لو سبوزد وهنا كمان حدد ساعة قلت لك بقى لو جايب هنا وقت مواعيد بيتكلم عن مواعيد تنفع سبوز دي بدي وتنفع منت ولو جاب الاثنين لو حدد ساعة تبقى منت 12 هنا الجملة فيها سين فلازم يا عم اجيب تو المصدر يبقى اختار تو اتند اول ما الاقي سين بختار بعديها تو الانفينيتيف اخويا باين عليه انه هيحضر الاجتماع to attend رقم 13 خير
The meeting الاجتماع من المفترض انها يحصل يوم الاربعاء الجاي. من المفترض يبقى لازم يا عم هنجيب verb to be وبعديها suppose او verb to be وبعديها meant. ينفع اقول من المفترض وينفع اقول من المخطط، ما عنديش الا is supposed. رقم 14، الجملة فيها supposed بالدي فلازم قبلها verb to be. انا عندي اتنين، عندي aren't وعندي wasn't، ما ده verb to be am او is او are او was او where. بس طبعا اليوم ما بتاخدش was، كانت تنفع لو weren't، فانا اختار aren't. you aren't كانت تنفع weren't بس مش موجودة. هنا يا جماعة supposed ده ايه وقبلها verb to be، فلازم بعديها تقول infinitive to cook. اللي بعدها، من المفترض انها كانت تمطر الاسبوع اللي فات. حلو. او من المخطط، لا من المفترض الاسبوع اللي فات. من المفترض يبقى لازم اجيب supposed بس قبلها verb to be، فانا اختار wasn't supposed. طبعا قلنا لو تفتكروا السين دي ديت استحالة تيجي في المبني للمجهول، ما ينفعش يجي قبلها verb to be، صح ولا يا جماعة؟ صح ولا لا؟ طب ما هنا مستر isn't meant اصلا ما تنفعش الجملة فيها last، ده انت ممكن كنت تفكر فيها لو wasn't اصلا. 17، كريم not a good day. كريم من الواضح او باين انه هيقضي يوم جميل، كلهم فيهم سين بس احنا عارفين يا جماعة ان كريم ده مفرد فلازم اختار يا سين سيب الاس دي تخرج بره الموضوع. كريم باين عليه، باين عليه انه هيقضي وقت جميل، مش هو هيكون يوم جميل، هيقضي وقت جميل. سين من الافعال اللي بعديها تقول مصدر، فانا عندي هنا حاجتين، عندي تو هاف وعندي تو بي. تعالى بقى نترجم، كريم باين عليه انه هيقضي مش هيكون، لازم اختار الاولى، جملة حلوة. رقم 18، هنا يا جماعة الجملة فيها is meant. is meant و is supposed. meant و supposed لازم بعدين تقول infinitive to leave. رقم 19، the teacher المدرس باين عليه انه كان سعيد في شغله. حلوة مصر. meant دي مش هتنفع، لازم قبلها verb to be. supposed دي مش هتنفع، لازم قبلها verb to be، صح ولا يا جماعة؟ سبوز لازم قبلها verb to be. والسيمينج غلط لان الفعل سيم ما بيجيش في المضارع المستمر ولا الباسيف، انا ما عنديش الا سيمد. بص بصوا، المدرس كان باين عليه انه سعيد في شغله قوي، وحتى بالاماره جه بعديها طول مصدر وطول صفه ايه كمان. 20، وات نوت تو دو ذس ويك، ايه من المفترض انك تعمله الاسبوع ده، ايه المخطط تعمله الاسبوع ده. مخطط مفترض يعني تنفع سبوز ده مصر وتنفع منت مصر. حلو، بس الجملة دي سؤال فلازم يا عم اجيب الفعل المساعد قبل الفاعل، لازم الفعل المساعد قبل الفاعل، فانا لازم اختار بي. What are you supposed to do؟ كانت تنفع دي لو are you meant، صح؟ ايوه مصر صح. اللي بعدها، What is the weather not like tomorrow؟ Like فيها like يا جماعة، قلنا لما بيجي like ديت أنا محتاج أختار بقى إيه؟ يا ترى الطقس هيكون عامل إيه النهاردة؟ عامل إيه؟ باين عليه إيه؟ طبعاً هنا أهوت ما تنفعش منت، منت دي لازم قبلها verb to be، تنفعش suppose دي يا عم، لازم قبلها verb to be، صح ولا لأ؟ ودي اصلا غلط، غلط من حاجتين، اولا لازم قبلها verb to be ولازم تو بعديها الانفينيتيف. انا هختار سي، الطقس ده وات از ذا ويذر سيم تو بي، الطقس ده عامل ايه بكره، هيبقى عامل ايه بكره، باين عليه عامل ايه يعني. تعال شوف بقى 22، هنا في ار يا جماعه verb to be فلازم اختار حاجة من اتنين، لا اما منت لا اما سبوزد وبيجي بعديهم تو المصدر، لا اما منت لا اما سبوزد وبيجي بعديها تو المصدر. دي غلط، مفيش تو المصدر. طب دي برضو غلط، تو ايات بس مفيش بعديها المصدر. الوحيدة اللي صح منت تو بي. جميل، تعال نشوف بقى اللي بعدها دي. هدى يا جماعة باين عليها متضايقة، باين عليها متضايقة النهاردة. I don't know why. طيب
هو ده ديت يا عم. اولا مفيش حاجة اسمها السيمينج ولا حاجة اسمها السيم. طيب انا دلوقتي اختار لاما سيمز لاما سيم. I don't know. انا مش عارف دلوقتي. باين عليها انها زعلانة النهاردة. مش كان باين عليها. صح ولا لا؟ سيمز. لو قال لك I didn't كانت تبقى seemed. 14 سيم يا جماعة ايه؟ سيم يا عم بيجي بعد يا لاما صفة لاما طول مصدر. صفة يا جماعة. صفة. angry دي معناها غاضب او غاضبة. anger الغضب ده الاسم. angry بغضب ده الحال الادفرب. صح ولا لا؟ angry صفة. اللي بعديها نفس الكلام she seems عاوز بعديها صفة. صفة. friend دي صديق ده اسم ده friendly ودودة 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 صفة. من الصفات الغريبة اللي اخرها اللي واي بس صفة اوعى يوقعك. اللي بعديها it seems. خدت بالك هنا في جملة كاملة؟ انا قلت لك seems لو جه وراها جملة كاملة بنختار حاجة من الاتي that او like او as if. يا خسارة مش if as if. او as يا خسارة. او no word اي. اللي بعدها يا عم هنا بقى حط لك as كنا بنقولها as if مش موجودة او as though. ايوة as though ايه اختار though. بص بعديها جملة كاملة شايفين time was standing. اول ما الاقي جملة كاملة انا بختار لاما ذات لاما لايك لاما as لاما as if لاما as though لاما no word. صح ولا لا؟ اللي بعدها فيها seems يا عم يبقى لازم نجيب بعديها to المصدر to be. اللي بعدها I don't like that man. انا مش عاجبني الراجل ده. هو لا يبدو هو مش باين عليه انه ودود. مش باين عليه؟ مش باين عليه. طب هنختار ايه؟ تعالى يا عم مع بعض. He doesn't seem مش باين عليه. doesn't seem مش seem دي بيجي بعديها الصفة على طول او طول مصدر بس انا عاوز منفك doesn't seem. على فكرة دي كانت تنفع لو قلت لك he never seems عشان هي مفرد جامدة جملة حلوة شوية جمل هنا حلوين. يلا يا عم هنا فيها seem يا عم يبقى لازم اختار طول مصدر لاما لاما الصفة على طول. طب تعال جامدة قوي يا جماعة انا اخترت to be sleeping. الله ما هي طول مصدر اهي. طب يا مصر ما هي يا مصر. لا يا عم دي مش 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 sleep دي asleep. asleep دي معناها نائم يا ابن الصياعة. على فكرة بقى كانت تنفع to sleep او to be sleeping. ما هو الاثنين صح. ما هي طول مصدر اهي. بس كده معناه انه نايم دلوقتي. بتكلم على اللحظة اللي بنتكلم فيها. حلوة قوي الجملة دي. على فكرة يا جماعة كانت تنفع to sleep أو to be sleeping. لكن asleep دي معناها نائم ما تنفعش. تعرف إنك لو شلت to تنفع؟ he seems asleep هو يبدو نائما. مش إحنا عندنا seem بيجي بعدها صفة أو to المصدر. طب هنا asleep ده مش مصدر ده صفة. حلوة قوي. رقم 31 the verb to suppose. الفعل to suppose بيعني to assume يفترض بيعني means يعني يعني. اللي بعدها انا بنصح حضرتك to do whatever. انا بنصح حضرتك انك تعمل الحاجة اللي باين عليها انها افضل ليك. باين عليها seems best. seems suppose غلط لازم بعديها to المصدر. انا معاك لاخر اهو. suppose غلط لازم قبلها فيرب تو بي وبعديها طول مصدر. منت غلط لازم قبلها فيرب تو بي وبعديها طول مصدر. سيمز بيجي وراها صفه او طول مصدر. 33 يو نوت تو باي تاكت. يو ويل بي فاين اف يو تيك ذا ترين ويزاوت وان. من المفترض انك تشتري تذكره. من المفترض من المخطط
يبقى انا هختار لا اما از منت لا اما ار سبوز. بس ليو يقول لي تاخد از ولا ار؟ ار سبوز ده مصر، من المفترض ان انا الشركه تنفع يو ار منت. بس حتى المعنى مش هتيجي. كامون تعالي يا منى، يو نوت تو بي هيلبنج. شايفين يا جماعه تو بي والاي ان جي زي اللي كانت فوق تو بي سليبنج. تعالي انت من المخطط انك تساعديني. مفيش عندنا حاجه اسمها ار سيمد. هذا الفعل لا ياتي في المجهول. سبوز دي غلط، لازم قبلها فيرب تو بي وبعديها تول مصدر. انا نوت ما عنديش الا ار مانت، من المخطط انك تساعديني. 35 على الرغم من الامتحان كان من المفترض ان يكون سهل، بعض الطلبه لقوه صعب جدا. على الرغم ان الامتحان ينفع اقول باين عليه ان سهل. طب يا ترى اختار ايه؟ احنا ما عندناش حاجه اسمها السين. وهنا السبوز غلط، السبوز لازم بعديها تون مصدر يا جماعه مش تنفع. وازمنت غلط، لازم بعديها تون مصدر سيمز. الله، عشان بعدها صفه. ايه شايفين يا جماعه؟ ترجمه تاني. على الرغم من الامتحان باين عليه انه سهل الا ان بعض الطلبه لقيته صعب. 36 you not to be here an hour ago. انت يا عم كان مفترض انك تيجي من ساعة فاتت، دي ماضي اصلا، ماضي حاضر. انا عندي دلوقتي من المفترض، عندي ار سبوزد وعندي وير سبوزد وادي تول مصدر، بس الجملة ماضي عشان اجو وير سبوزد، كان من المفترض. اللي بعدها I thought اعتقد we not to be met at the airport. انا كنت اعتقد اللي احنا كان من المفترض ان نتقابل في المطار، عشان هنا ماضي، ماضي صوت من think. طب تعالى سبوز دي غلط، لازم قبلها فيرب تو بي وبعديها تول مصدر. منت غلط، لازم قبلها فيرب تو بي وبعديها تول مصدر. انا ما عنديش الا وير سبوز دي يا جماعه. احنا كان من المفترض ان احنا نتقابل مع بعضينا في المطار، وعلى فكره الجمله ماضي، دي ممكن كانت تمشي لو حتى سيم دي يا راجل، صح ولا لا؟ جميله مصر. تعال نشوف الجمله رقم 38 بتقولي بقى. These new rules، القواعد الجديده ديت not to protect people، من المخطط انها تحمي الناس. في تون مصدر يا جماعه، بس عاوز اقول من المخطط. are meant، سبوز دي غلط، لازم قبلها فيرب تو بي بعدها تون مصدر. means غلط، ليه غلط؟ رولز دي جمع، كانت تنفع لو مين، وسين ما تنفعش بالمعنى. القواعد مش باين عليها، القواعد من المخطط انها تحمي الناس. 39 he can think properly، هو مش عارف يفكر properly بطريقه سليمه. it not clear that he has had some problems، يعني هو it not clear. اولا السيم دي غلط، مفيش حاجه عندنا اسمها السيم دي ولا السيمين. ايه السبوز دي غلط، لازم بعديها تون مصدر، الوحيده اللي بيجي وراها صفه على طول سيمز. باين من الواضح او يبدو من الواضح، صح ولا لا؟ اللي بعدها يا عم زيز دايجرام، الرسم البياني دوت، من المفترض او من المخطط ان يبين المراحل المختلفه للعمليه. منت غلط، لازم قبلها فيرب تو بي وبعديها تون مصدر. از منت تمشي. السيم دي غلط، مفيش حاجه عندنا اسمها السيم دي ولا السيمي. سبوز دي غلط، لازم قبلها فيرب تو بي وبعديها تون مصدر. از منت من المخطط. 41 ذا كانديديت، المرشحين للوظيفه ديت، از لايك باي اونلي فيو بيبل، اعجب بيهم من ناس قليله. not likely that he will lose the election. candidate معناه المرشح لوظيفة أو انتخابات. المرشح دوت محبوب من عدد قليل، من الواضح إنه هيخسر انتخابات. أولاً السيم دي غلط، مفيش حاجة عندنا اسمها السيم. طيب عايز يا مصر بقى، it seems likely، باين ان هو هيخسر الانتخابات، باين سيمز. طب دي غلط عشان الجمله دي بريزنت، قال لك از مش ووز، الجمله دي مضارع ما ينفعش اجيب ماضي.
طب ليه ما اخترتش doesn't seem؟ لان عايز اقول باين ان من المحتمل، مش باين، باين. It seems likely. ما هي دي دالة على النفي خلاص. باين ان من المحتمل انه هيخسر. رقم 42 هنا في تول مصدر يا عم، يبقى لازم اختار سبوزد دي. طيب خدت بالك ان الجملة سؤال؟ اه. يبقى لازم اجيب الفعل المساعد قبل الفاعل. How was I supposed to know؟ ازاي من المفترض يا اخويا ان انا اعرف you were waiting for me، انك انت مستنيني، اعرف منين؟ صح ولا لا؟ رقم 43 المسرحية دي من المخطط انها حلوة، من المفترض انها حلوة. طبعا ما فيش حاجة اسمها it seemed، ما بتجيش في المبني للمجهول. سبوز دي غلط، لازم قبلها فيرب تو بي وبعدها تول مصدر. منت غلط، لازم قبلها فيرب تو بي وبعدها تول مصدر. از منت من المخطط. طيب دايتنج يا عم، الرجيم بيستلزم انك تكون حريص. يتطلب، حد فاكر يا جماعه؟ يبقى اختار مينس. قلت لك مينس لو جه بعديها اي ان جي، لو جه بعدها اي ان جي يستلزم او يتطلب، لكن لو جه بعديها تول مصدر يبقى معناه يقصد او ينوي. 45 سيم يا جماعه لازم يجي بعديها تول مصدر، تبقى اختار تو بي. رقم 46 في از، يبقى لازم اختار لا اما سبوز لا اما منت وبعديها تول مصدر. ما فيش سبوز، طب في منت، ما كله منت يا عم، بس لازم بعديها تول مصدر. منت ليف. 47 الام باين عليها انها قنوعه، انها راضيه بالوظيفه. طيب اولا ما فيش حاجه اسمها is supposing، اسمها is supposed، دي برضو غلط. لازم قبلها فيرب تو بي وبعديها تول مصدر، ودي نفس الكلام، لازم قبلها فيرب تو بي وبعديها تول مصدر. سيم كان باين عليها انها راضيه بالوظيفه دي، باين عليها. اللي بعدها ذا جاستس، الضيوف من المفترض ان يشتروا زهور في للمضيفه دي اللي بتضيفهم يعني، من المفترض. طيب اولا ينعوت منت دي غلط، لازم قبلها فيرب تو بي وبعدها تول مصدر. انا اختار ار سبوزد، الضيوف من المفترض ان يشتروا زهور للضيوف بتاعتهم. 49 لوك ات ذيس كارز، بص على العربيات ديت. ايه يا عم في ايه؟ This area be kept clear of traffic. المنطقة ديت من المفترض انها تكون بعيدة عن ازدحام المرور. مالها يعني؟ من المفترض. ايوه اختار ايه يعني؟ اختار يا عمي is supposed to ايه؟ وادي بعديها المصدر بي. is supposed to look at these cars، بص على العربيات ديت. المنطقة ديت من المفترض انها kept clear of traffic، مفيش حد يمشي فيها، مفيش عربيات بتمشي فيها. 50 سواء محتاج تركيز. You not to talk to him، ليس من المفترض انك تتكلم معاه يا عم. من المفترض، ليس من المفترض، اه يا عم. Aren't suppose، ادي فيرب تو بي وبعديها تول مصدر. صح ولا يا جماعه؟ ليس من المفترض. وادي كده الجرامر بتاع 5. تعال نبص على 6 بقى. أول حاجة كده نشوف الفوكاب بتاعه. يلا يا جماعة نكسب وقت. خير بقى؟ تعال نشوف مع بعضينا الأسئلة. أيوة إيه الأسئلة؟ أي ظهرت معانا. يلا بينا مع بعض. That children know their father to take them to the cinema. بيتوسلوا لأبوهم. بابا روح السينما عشان خاطري. بجد. بج يعني يتوسل. ما ينفعش اقول امر وصح ولا عيب. طيب 10 ذا بوليس نوت تو شوتس ات ذا كريمينال بيفور ذي وير ارستد. البوليس اطلق النار، اطلق طلقتين على المجرمين. فاير معناه يطلق نار، ومعناه يطرد حد. رقم 3 ذا امبلوي الموظف ويز بيزي مشغول جدا، وراه كوم من الورق. بايل معناه كوم ومعناه يكوم الورق. 4 ذا بزنس مان نو ديبلي ات ذا ثوت اوف لوزينج هيز ماني. الراجل الاعمال ده اتنهد
يتنهد لما يحصل لك مصيبة كده، يا الله يتنهد. جامدة. رقم 5، the old factory owner، صاحب المصنع القديم، has always been not with money. يا ترى بقى كريم ولا يا ترى نتن وبخيل؟ كمل كمل. So his employees، الموظفين، don't like him، مش بيحبوه، يبقى نتن، يبقى مين؟ بخيل. اللي بعدها، some teachers let students، let يا جماعة، let دي جامدة قوي، من الافعال اللي لازم بعديها الانفينيتيف، على عكس بقى اللاو. عارف لو let دي شلتها وحطيت اللاو، let يسمح واللاو يسمح. تعرف بقى هقول اللاو students، هنا بقى لازم اجيب تون مصدر. يبقى احنا عندنا let يسمح واللاو يسمح، ايه الفرق؟ let بيجي بعد الانفينيتيف دو. عارف لو كانت مكتوبه اللاو to do. جميل. رقم 7، my elder brother work is not engineer. work يا جماعه لما بيجي بعديها وظيفه لازم اقول work as. طب امتى تبقى on؟ on بقى لو جه بعديها كلمه project، يعمل على مشروع. طب امتى with؟ لو جه وراه الشخص، I work with my cousin، انا بشتغل مع عمي. طب امتى at؟ لو جه وراه المكان، I work in او at طنطا. جميل. خش على اللي بعدها يا عم. رقم 8، انا شعرت بنقط when my team lost، خسر، بالاحباط اكيد، disappointed، محبط. Pleased، مسرور. صح، مش تنفع. 9، the relationship between workers، العلاقة بين العمال، and not should be good، بين العمال وأصحاب العمل أكيد، صح ولا يا جماعة؟ وبين العمال وإيه تاني؟ أصحاب العمل موجودة؟ طب نكمل كده، should be good in order to achieve profits، عشان نحقق أرباح. فكرة الجملة دي كده أختار employers، أصحاب العمل، workers، العمال، وأصحاب العمل، هي دي الأدق. ما هي كاستمر بتساوي كلاينت، العميل هو الزبون، هو المشتري، لقينا اصحاب العمل. 10، why are you so why are you being so not to me، I hope you treat me better، انا بتمنى انك تعملي كويس. برضو اختار مين، بس هنا مش معناها بخيل بقى، معناها دنيء. فاكرين يا جماعه ما ده نظر واطي سافل؟ انت ليه هتفضل كده واطي يا عم؟ انا بتمنى انك تعاملني كويس. حلوة. I found the letter in a note of document، انا لقيت الجواب في كوم من الوثائق، في كوم من الورق، pile، يكوم او كوم. اللي بعدها، what do you mean by saying we are disturbing you، ماذا تعني بانك بتزعجني؟ مين يعني؟ يبقى مين معناه يعني، ومعناه بخيل، ومعناه يقصد، ومعناه ينوي، ومعناه دنيء، ومعناه سافل، ومعناه ماهر. فاكرين ليها معاني كتير قوي. يلا يا عم. they both threatened to not all the careless worker، they both threatened، you had did، هددة، fire، ان يطرد، يطرد العمال المهملين. 14، we are looking for people، احنا بندور على الناس، who would be willing، ان هم راغبين، to not in the group work، يساعدوا، assist، يساعد، لكن assistant، الشخص المساعد، انا عايز الفيرب to بيجي بعديها الفعل في المصدر assist. اللي بعدها، come here، تعالى هنا، not meet check، برضو جابت check مصدر، مصدر يا جماعة. يبقى اختار let، let me check، دعني افحص النبض بتاعك، بلس يعني النبض. طب امتى يا عم كتب اللاو؟ لو قالته تشيك لسه كنا حلنا. اللي بعدها، اور باس، رئيسنا، يوجوالي تريتس اس، بيعاملنا، قلت لك فريندلي يعني ودود، مش هتنفع، بيعاملنا ودود، بيعاملنا بود، ان فريندلي واي، بطريقه ودوده. 17، I had not a bad dream last night، هي مكتوبة في الكلمات have dream، يحلم،
يبقى هنا اقول I had a bad dream، انا جالي حلم وحش. اللي بعديها We need to not enough attention، pay attention مهم قوي، يعير اهتمام، يعير اهتمام، ينتبه الى pay attention. اللي بعديها فيها كلمة mistakes، يبقى على طول make mistakes، يرتكب اخطاء. When mom didn't find out، لما ماما ما اكتشفتش that I had broken the vase، اللي انا كسرت الفازة، تنهدت in relief، الحمد لله تنهدت كده وايه سريحت، relief صاي صاي يعني يتلهد. يا جماعة مهمة قوي. 21 He doesn't have any friends، هو ما عندوش اي اصدقاء. That he feels so، عشان كده بيبدو انه وحيد. Alone، وتنفع lonely، هنا بيساوي بعض مع كلمة feel، يشعر بالوحدة. طيب تنفع لو sad مش sadly. اللي بعديها 22 He's not as a teacher، كمدرس makes him very successful، خليته ناجح. He has a natural ability، هو عنده قدرة طبيعية، gift، هدية من عند ربنا، gift، صح ولا لا؟ اللي بعديها It's not that a child makes mistakes، منطقي ان الطفل يعمل اخطاء، logical منطقي، لكن logic المنطق. اللي بعديها 24 charities، الجامعات الخيرية، depend mainly، بتعتمد على donations، التبرعات، donations. 25 it's very dangerous، خطير جدا، to drive fast، انك تسوق بسرعة، on not road، foggy road، طريق مليء بالضباب، foggy يعني مليء بالضباب، foggy على عكس فوج الضباب. 26 your not is news، forget about your past failure، your regret، your regret ندمك ليس منه فائدة، ندمك ليس منه فائدة. Forget about your past failure، يا عم انسى فشلك القديم. And get ready، واستعد for a new start، جملة حلوة قوي، regret الندم. 27 My father took us all to the park، خدنا كلنا الى الحديقة. Not my baby sister، وبما في ذلك including جامد قوي، خدنا كلنا الحديقة ومعاهم اختي الصغيرة، including شاملة متضمنة بما في ذلك، ايوه لقيتها الحمد لله، خدنا الحديقة بما في ذلك اختي الصغيرة، او شاملة اختي الصغيرة، يعني خدناها معانا كمان. 28 The housing problem، مشكلة الإسكان، is not interest of the government، طبعا هي الاهتمام الرئيسي للحكومة، الاهتمام الأساسي. 29 We not to tell you that you haven't been selected for the position، position هنا معناه وظيفة. احنا يا عم شعرين بالأسف والندم، اللي احنا بنقول لك انك لم يتم اختيارك، we regret. اللي بعديها the young man whom I employed، الشخص اللي انا شغلته عندي، is my not assistance، هو المساعد بتاعي، works very hard، بيعمل بجد. my sister's son، ابن اختي، طبعا ابن اختك ده اسمه نيفيو، ابن الاخت، لكن دي بنت الاخت، نيس، نيفيو، قال لي son. 32 employers، اصحاب العمل، have an obligation to not all the employees equally، treat ملزمين، دي معناه obligation، الزام، ملزمين ان يعاملوا كل الموظفين equally، بالتساوي، بمساواة. 33 people are advised، الناس تم نصحهم، not to give money to not because most of them are taking it as a profession، كمهنة،
instead of looking for a job بدل ما يدوروا على وظيفة. أكيد دول الشحاتين صح ولا يا جماعة؟ المتسولين. فعلا أختار كلمة بيجرز المتسولين. 34 we should teach our children احنا لازم نعلم أولادنا to learn ان يتعلموا من أخطائهم from their mistakes الأخطاء. 35 there is a running not taking place these days R-U-N في سباق جاري اليومين دول. سباق انت هتشترك فيه ريس سباق. اللي بعديها 36 the church كور يا جماعة كور يعني ايه؟ عاوز اقول لكم هتفهموها الكورال بتاع الكنيسة اللي هم بيرنموا في الكنيسة تلاقي فريق كده بيرنم is rehearsing some نقط. طبعا كارولز مهمة قوي. التراتيل ترانيم زي الاناشيد الدينية كده بتبقى دايما في حاجات مسيحية تشورش كارولز. 37 the word error دي معناه خطأ بيقول لك مرادفة كلمة مستيك. طبعا اللي بعديها I received my friend's invitation طبعا انا استلمت الدعوة بتاعت اصدقائي دي يدعو انا عايز الدعوة. 39 هدى has never really not on with يا جماعة مهمة قوي قوي قوي. ايه بقى go on with go on with ولا get on with؟ لا انا اختار got on with ينسجم مع يكون على علاقة طيبة مع. get on with مهم قوي. get on with ينسجم مع يكون على علاقة طيبة مع. 40 my friend is not isn't good with her brother but she is very close to her. طبعا عايز اقول علاقة الاصدقاء مش كويسة. علاقة صديقي مش كويسة مع اخوه. علاقة relationship. 41 يا جماعة مهمة قوي hang out دي مهمة قوي يا جماعة. I used to hang out with my old friends when I was at college. جماعة مهمة جدا يصاحب معايا hang out يعاشر يبقى في عشرة كده. تعالوا نشوف بقى السؤال 42 Egypt should not its industry. مصر لازم تحسن الصناعة بتاعتها. يحسن اسمها improve دي معناه يحسن. طب approve معناه يوافق. طب prove معناه يثبت شيء. طب disapprove يرفض او يستهجن يعني الحاجة دي مش عجباه. فانا اخترت improve. اللي بعديها the doctor advised my uncle to stop. stop لو جيت بمعنى يتوقف عن يبقى بيجي بعضها ينجي هنا معنى يتوقف عن smoking التدخين. 44 weakness ضعف or loss او فقدان الذاكرة. طبعا دي جزء طبيعي من كبر السن. لما يكبر في السن يا فندم تبقى الذاكرة بتاعتك ضعيفة. طبعا انت ضعيفة من غير ما تكبر في السن. 45 the news of the accident اخبار الحادثة كانت عنوان تايتل يعني عنوان قصة عنوان رواية عنوان في جريدة على عكس ادريس. ادريس دي عنوان المنزل. المنزل يا جماعة الادريس او عنوانك على الانترنت. طيب بعد كده 46 my sister spends hours قضت ساعات on not with her friends on واتساب. واتساب دي خليتها تشات دردشة على الواتساب. ما ينفعش اقول conversation. conversation دي المحادثة وجه لوجه كده. 47 the teacher showed us ورانا a group of picture مجموعة من الصور and asked us وطلب مننا to think of a caption اي حاجة تكتب على الصورة اسمها caption. 48 the two neighbors الاتنين الجيران not out over مهم قوي fall الماضي بتاعها فعل fall out over the place to park their car اتخانقوا يتخانق يخاصم اتخاصموا عشان مكان الركنة. 49 spend a couple of days هو قضى a couple of days يومين
not out with his old friends. Hang out يا جماعة مهمة جدا، معناها يقابل حد، يقابل أصحابه، يعشرهم، يصادقهم. We were surprised، احنا اتفاجئنا. When they are not happy marriage، زواجهم السعيد انتهى بعد سنتين. يبقى من الظاهر انه سعيد apparently، لكن هو في الواقع ما كانش سعيد apparently، ظاهريا سعيد. الجرامر بقى طبعا دي قواعد. if اتفقنا ان type 0 الحالة الصفرية بتعبر عن حقائق علمية، وبيجي بعديها مضارع بسيط، والناحية التانية مضارع بسيط، والمضارع البسيط حاجة من 9. افتكر مع الجامعة ادور على do، ما لقيتهاش ادور على don't، ما لقيتهاش ادور على حاجة من 2. المصدر لو الجملة بادئة بفاعل، are will be لو بادئة بالمفعول. طب مع المفرد ادور على does، ما لقيتهاش ادور على doesn't، ما لقيتهاش ادور على حاجة من 2. مصدر في اس او يس او اي اس لو بادئة بالفاعل، is will be لو بادئة بالمفعول. واوعى تنسى 9، am و is و are لو جه بعدهم صفة. مضارع بسيط، مضارع بسيط لو fact حقيقة. طب الجملة مش حقيقة تبقى حالة أولى، if بيجي بعدها مضارع بسيط والناحية التانية مستقبل، مستقبل future، والمستقبل حاجتين. لو لقيت بعد الكومة فاعل هتجيب will ونفيها won't، أو shall ونفيها shan't، أو can ونفيها can't اللي هي can't بتنطقها أنتو، أو may أو may not وبعدها المصدر. لكن لو مفيش الفاعل، لو السبجكت مش موجود، هجيب انا المصدر او دونت والمصدر. تعال نشوف الجزء ده كده. لو احنا برطنا المعادن زي بتنكمش حقيقة فاكت، يبقى لازم اجيب مضارع بسيط زي ديت جامعة مصر. اول حاجة ادور على دو مش موجودة، بعد كده ادور على دونت مش موجودة، هدور على حاجة من حاجتين، لا اما المصدر لا اما ار والبي بي. انا ما عنديش الا كونتراكت المصدر، التصنيف الاول تنكمش. اللي بعديها الميه بتتبخر لو اتسخنت حقيقه، فلازم اجيب مضارع بسيط. الميه مفرد ادور على داز مش موجوده، ادور على دازنت مش موجوده، هدور على حاجه من 2. مصدر في اس او يس او اي اس او از والبي بي. انا ما عنديش الا ايفابوريتس تتبخر. رقم 3، انا مش هبقى قادر ان ازرع المحصول دوت لو مطرت الاسبوع اللي جاي. دي ليست حقيقه، دي مش حقيقه يا جماعه. يبقى ايه لو جت في النص بعديها مضارع بسيط اهو، قبلها مستقبل، مستقبل والجمله بادئه بالفاعل، يبقى لازم اجيب ويل او نفيها وونت، كان او نفيها كانت، شال او نفيها شانت، مي او نفيها مي نوت، ماست او نفيها ماسنت. انا ما عنديش الا won't be، ادي will والمصدر بس منفية. رقم 4، لو انا ما دفعتش الغرامة فاينينا معناها غرامة، انا هخش السجن، ليست حقيقة علمية، فلازم if بعدها مضارع بسيط والناحية التانية مستقبل. المضارع البسيط شي مفرد، فلازم اول حاجة does مش موجودة، تاني حاجة doesn't اهي موجودة، doesn't pay. رقم 5، لو انت محتاج الكاميرا انا ممكن اسلفها لك، مش حقيقة علمية، فلازم if بعدها مضارع بسيط اهو والناحية التانية مستقبل. وقلت لك المستقبل حاجتين، لو في فاعل بعد الكومة يبقى will او شال او كان والمصدر كان برو. 6، لو انا شفته اوصله مش حقيقة علمية، فلازم if بعدها مضارع بسيط اهو والناحية التانية مستقبل، والمستقبل حاجتين، لو بعد الكومة في فاعل تبقى will او شال او كان او may او must والمصدر will give. رقم 7، انت هتروح فين لو انت بتدور على اجازة رخيصة، ليست حقيقة علمية، فايف لو جت في النص بعدها مضارع بسيط وقبلها مستقبل، ادي المستقبل اهو will go، فانا عايز مضارع بسيط، هعمل دايرة على اليو، اليو بنعملها جمع، ادور على دو مش موجودة، ادور على دونت مش موجودة، هدور على حاجة من 2، لا اما المصدر لا اما ار والبي بي، وانت المصدر. رقم 8، لو انت محتاج مساعدة انا هشوف الموضوع ده، ليست حقيقة علمية، فلازم ايف لو جت في الاول بعدها مضارع بسيط او نيد والناحية التانية مستقبل، والمستقبل حاجتين، لو في فاعل بعد الكومة
تبقى ويل والمصدر او شال والمصدر او كان والمصدر او مي والمصدر او ماست والمصدر. لكن لو مفيش فاعل بجيب المصدر او دونت والمصدر كم. قارن كده بقى يا استاذ بين 7 و 8 في 7 او قارن بين 6 انا اسف و 8 في رقم 6 كان بعد الكومة في اي، لكن رقم 8 بعد الكومة مفيش فاعل فانا لازم اجيب المصدر بس. جميل. رقم 9 تعال نشوف بتقول ايه بقى. طبعا نوت احنا قواعد ايه زي قواعد اليس، الفرق بينهم الترجمه بس. يعني يعني لما اجي اترجم الجمله هي مش هتفتح الباب لو ما عرفتش مين اللي موجود بره، ليست حقيقه علميه. يبقى اف واليس يجي قبلها مستقبل اهو، اهو يا جماعه مستقبل اهو، وانت اختصار والنوت، والناحيه الثانيه مضارع بسيط، فاعمل دايره على الشي. الشي مفرد، اول حاجه داز مش موجوده، تاني حاجه دازنت مش موجوده. بعد كده هو بدور على حاجه من اتنين، لا اما المصدر لا اما از والبيبي. انا ما عنديش الا نوس، مصدر في اس انا اسف، مصدر في اس او يس او از والبيبي نوس. 10 لو الغداء مش جاهز انا هخرج بدون ما تناوله، ليست حقيقه علميه. فايه بعدها مضارع بسيط، ايه ده؟ ايوه مضارع بسيط، اما واذا وار وبعديها صفه. اهو يا جماعه الحاله الثانيه بتاعت 9 رقم 9 بتاعت المضارع البسيط، فالناحيه الثانيه مستقبل، مستقبل وفي فاعل اهو، يبقى اختار والجو. لو مفيش فاعل كنت اقول جو بس. رقم 11 الخشب بيطفو لو وضع في الميه، حقيقه علميه. يبقى لازم مضارع بسيط والناحيه الثانيه مضارع بسيط اهو، عايز مضارع بسيط. الخشب ده مفرد، فاول حاجه ادور على داز مش موجوده، تاني حاجه دازنت مش موجوده، بعد كده حاجه من اتنين، مصدر في اس او يس او اي اس او از والبيبي. انا ما عنديش الا فلوتس يطفو. 12 لو انت خلطت اللون الاصفر باللون الازرق يديك اخضر، حقيقه علميه. الالوان السبعه المشهوره حقيقه علميه. يبقى لازم مضارع بسيط. الاي تعامل معامله الجمع، اول حاجه دو مش موجوده، دونت مش موجوده، حاجه من اتنين، مصدر او ار والبيبي. انا ما عنديش الا المصدر جت اللي هو التصريف الاول. رقم 13 لو النباتات ما حصلتش على الميه هتموت، حقيقه علميه. مضارع بسيط والناحيه الثانيه مضارع بسيط، زي ديت جمع، فدور على اول حاجه دو مش موجوده، دونت مش موجوده، لا اما المصدر لا اما ار والبيبي. انا ما عنديش الا المصدر داي. 14 لو البيبي كان جعان هيعيط، قلت لك اي حاجه فيسيولوجيه حقيقه علميه، فلازم اجيب مضارع بسيط والناحيه الثانيه مضارع بسيط. المضارع البسيط البيبي ده مفرد، اول حاجه داز موجوده، تاني حاجه دازنت، مصدر في اس او يس او از والبيبي. اوعى تنسى الحاله التاسعه، اما واذا وار بس لو بعديها صفه. ايه ده صفه ايه يا جماعه؟ ما ينفعش اقول داز بقى، لازم اما واذا وار. از هانجري اي صفه لازم قبلها فيرب تو بي. هي از هابي، شي از تايرد، اي ام ساد. لازم يا جماعه الصفات يجي قبلها فيرب تو بي. 15 انا اخد 16 الاول، معلش خدني على قد عقلي. لو انا سبت الميه في الشمس هتتبخر، حقيقه علميه، فلازم مضارع بسيط. والجمله سؤال، المضارع البسيط في السؤال اللي انا اجيب دو او داز، دو او داز، دو لو بعديها فاعل جمع، داز لو بعديها فاعل مفرد. ات كلهم فيهم ات مفرد، داز ات بويل. اي سؤال بجيب دو او داز، دو او داز، وبعد كده الفاعل وبعد كده المصدر، هنا جبت داز عشان بعديها ات مفرد، ما عدا الفعل هابن. هابن يا جماعه ما ينفعش اسال بدو او داز، هو نفسه كده happens. what happens ايه اللي هيحصل لو التلج اتسخن؟ اوعى تقول does it happen. يا جماعه الفعل يحدث ما بيجيش دو او داز او ديد معاه. انا عايز اقول ايه اللي بيحصل what happens، ايه اللي حصل what happened، اين يحدث هذا الكلام where happens، اين حدث where happened. مهم قوي. اللي بعديها استنى بس نشيل البتاعه دي، معلش يا جماعه
دي حاجة كده مالناش دعوة بيها شلناها. تعال if you know that your homework difficult، لو انت لقيت الواجب بتاعك ده صعب I won't need to help you. طيب على فكرة ما تيجي تترجم انا مش محتاج مساعدتك لو ما لقيتوش صعب، لو ما لقيتوش صعب ليست حقيقة علمية. إف يا جماعة عندنا لازم بعدها مضارع بسيط، جت في الاول جت في النص مضارع بسيط والناحية التانية مستقبل عشان مش حقيقة علمية. انا عايز مضارع بسيط. اليو تعامل معاملة الجمع، فاول حاجة ادور على دو، لو ما لقيتهاش ادور على دونت، ما لقيتهاش ادور على حاجة من اتنين، لا اما المصدر لا اما اروي البيبي. بس خدت بالك ان الجملة هنا منفية، لو ما لقيتوش صعب انا مش هحتاج مساعدتك. if you don't find، عشان عايزة منفية يا جماعة، ده كده مبني للمجهول، الجملة بدأ بالفعل ما تنفعش، فانا عايز don't find. لو انت لم تجد الواجب صعب انت مش هتحتاج مساعدة حد. 18 don't drink، ده مستقبل ده على فكرة، مع الجملة مش بدأ بالفاعل، المستقبل لإما المصدر لإما don't والمصدر. ما تشربش الشاي، حاضر مش هشربه. if جت في الاول جت في النص، بعدها مضارع بسيط، بعدها مضارع بسيط، اليو تعامل معاملة الجمع، فاول حاجة ادور على دو مش موجودة، تاني حاجة دونت مش موجودة، بعد كده هدور على حاجة من اتنين، لا اما المصدر لا اما اروي البيبي. بس الجملة بادئة بالفاعل يبقى بختار المصدر وونت. اللي بعديها 19 if you not busy، صفة يا جماعة، صفة يا جماعة، صفة يا جماعة. if لازم بعدها مضارع بسيط، والمضارع البسيط لو فيه صفة am او is او are is busy. 20 هي لو اتمرنت بجد هتكسب، ليست حقيقة علمية. if كده كده بعدها مضارع بسيط، الشي مفرد، اول حاجة does مش موجودة، تاني حاجة doesn't مش موجودة، بعد كده بدور على حاجة من اتنين، لا اما المصدر فيه is او is، لا اما is والبيبي، ما عنديش الا trains. 21 هنا مستقبل، if بعديها مضارع بسيط على طول، مضارع بسيط، الهي مفرد، does مش موجودة، doesn't مش موجودة، عاوز بقى حاجة من اتنين، مصدر في اس او يس او از والبي بي، loses. 22 when، تخيل ان وين هنا بتساوي اف، عربي يالا، بص كده، لما تشتغل في الحديقة هتشعر بالتعب، او لو اشتغلت في الحديقة هتشعر بالتعب، when بتساوي اف في الحالة الاولى، والحالة الصفرية يعني اشيلها واحط اف. انا مالي بقى، جه بعدها مضارع بسيط والجمله دي مش حقيقه علميه، يبقى الناحيه الثانيه مستقبل، والمستقبل حاجتين، لو بعد الكوما في فاعل والفيل. 23 خدت بالك هنا بقى الناحيه الثانيه، وود موف، انا كده في الحاله الثانيه، والحاله الثانيه لو حد فاكر بحط اف او سبوز من غير دي او سبوزنج او ايماجين، بس لو جه بعديها تصريف تاني ده مش تصريف تاني، وانا بختار شود لو بعديها مصدر، واختار وير لو طول مصدر، ده مصدر يبقى اختار شود. امتى بقى تبقى اف؟ لو فاوند، فاوند. امتى تبقى وير؟ لو تو فايند. جميل. 24 هنا الناحيه التانية والجيت، يبقى انا في الحاله الاولى، ويل يبقى لازم بعد اف اجيب مضارع بسيط، اليو تعامل معاملة الجمع، أول حاجة دو مش موجودة، تاني حاجة دونت مش موجودة، بعد كده بدور على حاجة من اتنين، لا إما المصدر لا إما أروي البيبي، باس. 25 هنا إف جي قبلها مستقبل والفيزيت، يبقى أنا في الحالة الأولى، لازم إف بعدها مضارع بسيط، الهي ديت تعامل معاملة المفرد، فأنا أختار هاز. 26 هنا ود يا جماعة وبعديها المصدر، يبقى انا في الحاله الثانيه، لازم اف يجي بعديها تصريف تاني لو معلوم، اوعى تنسى بقى ووز اوير لو مجهول بيبي، هنا تصريف تاني ستوبد، ستوبد في الحاله الثانيه، لازم اف بعديها تصريف تاني لو بدا بالفاعل، ووز اوير لو بدا بالمفعول والبيبي، فهنا هو اخترت ستوبد. اللي بعدها هنا اف جت في النص، بس بعديها ماضي بسيط اهو، التصريف الثاني اوز اوره البيبي، بصوا يا جماعه مش عض، اتعض، ده ماضي بسيط،
مش مضارع بسيط. وير التصريف التاني بتاع ار، يبقى لازم احط قبليها would او could والمصدر، would او could او might والمصدر، في اتنين. بس خدت بالك ان الجملة دي سؤال، واحنا في السؤال بنعمل مقص، يبقى انا لازم احط would قبل الفاعل، لازم الفعل المساعد قبل الفاعل would you. طب امتى كانت تبقى you would لو اخرها في الستوب؟ 28 فيها would والمصدر يا جماعة، يبقى انا في الحالة التانية، فلازم if يجي بعديها، يجي بعديها كلمة في تصريف تاني، كلمة بس في تصريف تاني، had التصريف التاني بتاع have. اللي بعدها 29 فيها would lend، يبقى أنا في الحالة التانية، لازم if يجي بعديها كلمة في تصريف تاني، كلمة في تصريف تاني، لو بدأ بالفاعل was أوله البيبي، لو بدأ بالمفعول هنا بدأ بالفاعل new التصريف التاني بتاع no. 30 if هنا بقى جاب بعديها التصريف التاني، فلازم الناحية التانية would أو could والمصدر، would أو could أو might والمصدر would be. رقم 31 if I were، where التصريف التاني بتاع are، هنا if جه بعدها تصريف تاني، فلازم الناحية التانية would أو could أو might والمصدر، ادي would وبعديها المصدر come. 32 هنا if يا جماعة جه بعدها تصريف تاني، يبقى أنا في الحالة التانية لازم نعوض احط would او could او might والمصدر، انا ما عنديش الا would، ودي بعديها المصدر تشينج، طب ليه حط would في الاول؟ عشان الجمله سؤال. رقم 33 هنا فيها would والمصدر، would والمصدر، يبقى لازم if بعديها تصريف تاني، تصريف تاني، التصريف التاني بتاع قام اسمه كيم. رقم 34 ادي if وادي بعديها read ولا read، يا ترى تصريف اول ولا تاني؟ قال لك ده تصريف تاني. اشمعنى؟ عشان لو كان تصريف اول كان لازم يحط اس، لاني معيوش يوقات بحط للفعل اس في المضارع، ده كده ماضي تصريف تاني، يبقى لازم الناحيه التانيه would او could والمصدر، ادي could وادي المصدر. understand الجمله دي حلوه قوي. 35 شفت بقى الناحيه التانيه مكتوب فيها ايه؟ would have borrowed، مكتوب فيها would have والبيبي، يبقى انا في الحاله الثالثه، انا في الحاله الثالثه لازم if يجي بعديها هاد والبيبي، مش هاد، هاد والبيبي، يبقى انا اختار هاد هاد. 36 هنا يا جماعه فيها would والمصدر، يبقى انا في الحاله الثانيه لازم if يجي بعديها تصريف تاني، التصريف التاني وير، والاي في قاعده if تاخد وير. رقم 37 هنا يا جماعه الناحيه الثانيه فيها would والمصدر، يبقى لازم if يجي بعديها تصريف تاني، تصريف تاني، التصريف التاني بتاع فول اسمه فعل. جميل، تعال بقى نشوف رقم كام يا مستر. 38 فاكر وير لو جت في الاول؟ انا فكرك هنا would والمصدر، يبقى انا في الحالة التانية، فانا بحط لو في if او suppose او supposing تصريف تاني، لو في should مصدر، طب لو في where to المصدر يا مستر to work. 39 الجملة دي جامدة قوي. خير باينج، العيال كلها تتخدع تقول لك باينج اي ان جي، انت قلت لنا يا مستر لما الاقي الاي ان جي او اسم اختار كلمه من سته، حاجه اسمها ان كيس اوف، حاجه اسمها ان ذا ايفنت اوف معناها لو، حاجه اسمها ويزاوت او بات فور او اف ات ويرن فور اف ات هادنت بين فور، لو 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 معناها لو ما. بس على فكره انت لو خدت بالك ما قالش باينج ذا سكار وسكت، باين ذا سكار كوست. يا جماعه دي جمله كامله، حظك الوحش ان الفاعل في اي ان جي خلقه، زي ما بقول ايه ريدنج القراءه از امبورتنت، القراءه مهمه، زي ما بقول سويمنج السباحه از يوسفول مفيده، جامده قوي. عارف لو قال لك باين ذا سكار وسكت ما تبقاش جمله كامله، دي جمله كامله لان فيها فعل. فانا كده يا جماعه لازم اختار اف او انليس، الفيصل الترجمة if معناها لو، unless معناها لو ما. تعال نشوف كده، بيكلف شراء العربية بيكلف فلوس قليلة، هشتريها طبعا هتبقى if، لو شراء العربية دي هيكلفني فلوس قليلة انا هشتريها. كل العيال يا عيني بتختار in case of عشان هو لا الاي ان جي، لا اول ما تلاقي ان جي شوف بعديها فيها فعل ولا لا، لو في فعل تبقى جملة كاملة، مفيش فعل تبقاش جملة كاملة. حلوة قوي. 40
هنا يا جماعه فيها وود هيلب يعني وود والمصدر، يبقى لازم بعد اف اجيب حاجه من اتنين، لو الجمله بادئه بالفعل يبقى انا هجيب تصريف تاني صح، لو الجمله بادئه بالمفعول جامده قوي الجمله دي كمان لازم احط ووز او وير وبعدها البي بي المبني للمجهول. الاتنين موجودين، خدت بالك عندك اسكد وعندك ووز اسكد؟ طب ايه اللي هيفرق الترجمه؟ تعالى تعالى انا اساعدك، سوري سوري I would help you، انا اساعدك لو طلب مني ذلك، مش انا طلبت، انا اللي طلب مني، جامده اختار ووز اسكد. 41 هنا فيها وود والمصدر، يبقى لازم اختار اف او سبوز او سبوزنج او ايماجين لو جه تصريف تاني، واختار شود لو جه المصدر، واختار وير لو تول مصدر، طبعا هنا مصدر يبقى اختار شود. 42 فيها وير، وير بيجي بعديها الفاعل وبعد الفاعل تول مصدر تو ستادي. عكستها 43 بعد الهي جبت تول مصدر يبقى اختار وير. 44 هنا مكتوب emergency الطوارئ، ده عبارة عن اسم، يبقى لازم اختار كلمة من ستة افتكرهم، in case of، in the event of، معناهم لو، without but for، if it weren't for، if it hadn't been for، لو ما. طيب هنا بعون الله جاب تلاتة او من التلاتة، but for، in case of، without، الفيصل الترجمة، but for معناها بدون، in case of معناها لو او في حالة، وزاوت معناها برضو بدون. خلاص يبقى انا اختار in case of لان اكيد الاثنين دول بيساووا بعض مش هختار بينهم، والحاجة التانية الترجمة في حالة الطوارئ، في حالة الطوارئ هبقى مضطر اروح شغلي في الاعياد، في طوارئ لازم انزل الشغل in case of. اللي بعدها الجملة فيها if it وبعديها for، فاكر ست كلمات حتى بعدها اسم، شايفين مجهودات، المجهودات بتاع الطاقم الطبي اسم، لازم اختار if it weren't for او if it hadn't been for. قلت لك if it weren't for، weren't for لو حالة تانية، hadn't been for لو حالة تالتة، انا محتار ما بين weren't و hadn't been. طب اعرف ازاي؟ هبص على الجملة التانية might die، might والمصدر يبقى دي حالة تانية مصر، فانا اختار weren't. امتى كانت تبقى hadn't؟ لو قال لي might have died، يبقى انا لازم ابص على الجزء التاني عشان اعرف انا في الحالة التانية والتالتة، لو لقيت would او could او might والمصدر تبقى تانية، لو لقيت would او could او might have والبيبي تبقى تالتة، دي تانية يا عم. طيب عايز ابص بعد اذنكم على 47 الاول، شايف بقى الناحية التانية برضو فيها if it يا جماعة، لازم اختار weren't for او hadn't been for مش بمزاجي، بص الناحية التانية would have reached، wouldn't have reached، يبقى انا حالة تالتة فلازم اختار hadn't been for. قارنت من دول، هنا كان فيها would او could او might والمصدر، هنا would او could او might have والبي بي، هو ده اللي بيفرق. 46 بقى سيبناها، تعالى يا عم الجملة دي بتقول ايه؟ not your generosity، الكرم ده اسم، I would have been in a big trouble، كده ده اسم، الكرم كرمك، يبقى لازم اختار لا اما in case of لا اما but for، الفيصل الترجمة في حالة بدون، لما تيجي تترجم but for لازم but for، بص بص لولا بدون او لولا بدون مساعدتك بدون كرمك دوت كنت اقع في مشكلة، لولا كرمك لو وقعت في مشكلة، صح ولا لا؟ 48 هنا عوض الراجل جاب بعد ايه فهد والبيبي، يبقى لازم الناحية التانية would have والبيبي، صح ولا لا؟ حالة تالتة، حالة تالتة ايه بيجي بعديها هاد والبيبي والناحية التانية would او could have والبيبي، لازم اختار دي يا جماعة would have والبيبي، ما هو البيبي من هاف اسمه هاد. 49 خير بقى، دي سهلة قوي يا عم، هنا اف جي بعديها ماضي بسيط تصريف تاني بتاع وير بتاع ار اسمه وير، يبقى لازم اجيب وود والمصدر انا في الحاله التانيه وود جو. اخر واحده وزاوت من الست الكلمات اللي قلت لك عليهم، هما ان كيس اوف ان ذا ايفنت اوف
without but for if it when in for if it hadn't been for بيجي بعديهم ال ing او اسم ing او اسم انا ما عنديش الا having اي خدمة كده. اعتقد كمان من خلال الاسئلة فهمنا حاجات حلوة قوي. اتمنى ان نكفتكم واستنونا في المراجعة التانية برضو هنحل معاكم الامورك بتاعها. واقول لكم السلام عليكم وشد حلوك يا شباب، ربنا معاكم، اتوحشوني.